وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الاستاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي. مساء الفل عليك. مساء الفل يا شيماء، برحب بيك وبرحب بكل المشاهدين. منورنا، ربنا يخليكي، المنوره بيك. طيب عايز اعرف بقى منك طبعا ايه اللي حصل في الاجتماع النهارده، عايز اعرف منك ايه اللي هيحصل في منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، طبعا بالاضافه للملف اللي احنا سمعنا ان هو قد يتم مشاركه مصر والمغرب في كان 2019، او دي مجرد شائعات او ايه الكلام اللي بيحصل؟ طيب انا سمعت كنت بتكلمي برضه في اخر خبر عن موضوع اتحاد الكوره، خليني اقول لك يعني عشان خاطر ما نطولش على الناس ونديهم معلومات مهمه، انه الكابتن احمد شبير رسميا هيبقى نائب رئيس مجلس اداره اتحاد الكوره بالاجماع، وان ما فيش حد اصلا يعني كل الناس اللي كانت بتقول انا الاحق وانا الكلام ده على الترابيزه النهارده في الاجتماع، ما حدش حتى قدر يقول ان انا هترشح او يقول ان انا ليا الحق. الموضوع كان خلصان من بدري باتفاقات قديمه بين الكابتن احمد شبير والمهندس هاني ابو ريده ان هو يبقى نائب المجلس في الفترة دي. كمان هيتعمل مكتب تنفيذي هيبقى رئيسه الكابتن احمد شوبير. المكتب التنفيذي دوت بيتكون من 5 أعضاء بيرأسهم نائب رئيس مجلس الإدارة. أعتقد كمان وبنسبة كبيرة هيتم الإعلان إن الكابتن مجدي عبد الغني هيبقى نائب رئيس المكتب التنفيذي، يعني نائب للكابتن احمد شوبير. وفي الحالة دي المكتب دوت بيتخذ القرارات قبل اجتماعات مجلس الإدارة وبيتم اعتمادها مباشرة للتسهيل في مهام مجلس الإدارة. الأهم من كده والناس اللي بتتكلم إن مصر هتستضيف أمم أفريقيا، قولا واحدا مفيش بطولة أمم أفريقيا في مصر، لسنا مؤهلين لاستضافة أي بطولة. القرار ليس قرار اتحاد الكرة، اتحاد الكرة هو جهة منفذة في الفترة صحيح. الأخيرة كلمنا القرار قرار دولة، قرار دولة اقتصاديا وأمنيا والكلام ده كله يعني ما أعتقدش إن احنا بندخل 500 مشجع أو بندخل 40,000 مشجع أكيد طبعا ونقفل الأبواب قبل المباراة ثلاث اربع ساعات. اعتقد ان احنا نقدر ننظم حدث مجمع في الفتره دي، منطقي جدا، منطقي جدا، مرفوض طبعا. واتحاد الكره لن ولم يقدم اي طلب باستضافه امم افريقيا 2019، وامم افريقيا هتبقى في المغرب، وده خلاص شبه قرار رسمي ارضاء من الاتحاد المغربي اللي هو فيه جزء من الفواتير الانتخابيه اللي بتترد من الجانب الاتحاد المغربي للاتحاد الدولي. وفي نفس الوقت انا عايز اقول لك برضو انه بالنسبه للحاجه المهمه الخاصه ب هل هيبقى مجلس اداره اتحاد الكره الفتره اللي جايه في انقسامات وفي صراعات، انا بقول لك هيبقى مجلس الاداره في فريقين داخل المجلس، لانه في انا شايف ان هيبقى في جبهتين اقوياء جدا، هنجد ان هيبقى في جبهه اعلاميه كامله هتبقى في صف واحد صحيح. وهيبقى في جبهه ثانيه برئاسه المهندس هاني ابو ريده. اعتقد الامور ممكن تلم شويه والامور تسير في النهج السليم يعني الفتره اللي جايه، لان الكره لا يتحمل او لن يتحمل اي اشياء. خاص اللي حصل النهارده كابتن احمد شوبير هو نائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، كابتن مجدي عبد الغني هو نائب كابتن احمد شوبير كرئيس للمكتب التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم. بالظبط، وهذه القرارات لم تعلن رسميا ولكن ده اللي هيتم الاعلان عنه. كمان حابب اقول لك على حاجه خاصه بموضوع الدوري، الناس اللي بتتكلم ان الدوري هيتلغي والدوري ما ينفعش يخلص بعد بطولة الأمم، هيتاخد قرار رسمي وهيتم الإعلان عنه وهيتم إظهار جدول الدوري وصدوره، لأن الدوري المصري هيكتمل فيما بعد بطولة الأمم الإفريقية، والدوري المصري هذا الموسم هيتلعب على 11 شهر صحيح، من بداية الدوري لحد شهر 8 أو 9 اللي جاي هيبقى في دوري. الناس هتكمل بعد بطولة الأمم، علشان الناس اللي بتقول إنه الدوري هيتلغي والدوري مهدد، كل الماتشات هتكمل، هو بس لجنة الإجماع ان هو منتظر مشاركات سواء الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او البطولات الافريقيه الفتره اللي جايه والقرعه، لان بطولات افريقيا هتتلعب من شهر 11 من الشهر اللي احنا فيها دوت لحد شهر 5 اللي جاي، هتبقى هتخلص قبل بطوله الامم، فهتاخد وقت كتير جدا في مباريات الدوري. فبالنسبه دوت مش هياثر كتير على الدوري بالنسبه للحاج عامر حسين. الحاج عامر حسين من الاول قعد مع الانديه قال لهم عشان نخرج من المأزق دوت عندي حل للاثنين، يلعب دوري مرتين، فالانديه رفضت. الحاج عامر حضر النهارده الاجتماع. ده الكلام ده كله اتقال النهارده في الاجتماع ووضح الصوره لمجلس الاداره، قال لهم يا اما ان انا العب دوري من دور واحد واول 8 فرق ينافسوا على البطل واخر 10 فرق ينافسوا على الهبوط، ولكن تم رفض الامر وتم الاستقرار على الدوري المعتاد اللي احنا بنلعبه دلوقتي. صحيح. الدوري صحيح. ده اصلا محطوط له من الاول ان هو يخلص في شهر 9 اللي جاي. بشكرك جدا استاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي.